السلام عليكم، اهلا بكم في هلا فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلى التركي ده او التحليه التركي او المهلبيه التركي بتركه مهمه جدا عشان تطلع معايا ناعمه وسلسه، مش ممكن تشقق معايا ولا تخرج ميه منها بعد ما تبرد خالص. هتلاقيها سهله وبسيطه وكل مكوناتها متوفره معاكي في البيت، كمان التغطيه بتاعتها هايله جدا. هنعمل مع بعض موس الكراميل، هايل جدا جدا. ممكن ان انا اعملها بشكل فردي انفيدوال او اعملها بشكل جماعي زي ما حطها في قالب كده، ممكن اعملها في مجات او كبات. تابع معايا عشان كل الاسرار النهارده ان شاء الله هنقولها مع بعض اثناء الفيديو. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير، بس يا ريت تقولي بتتابعيني من اي بلد، وما تنسينيش في اللايك، لايك كتير جدا عشان الفيديو يترفع معانا. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلية سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وان شاء الله متوفرة مقاديرها في كل بيت، وسهل جدا ان انا اعملها في اي وقت. الاولاد الحقيقي جميلة جدا وهتعجبهم جدا جدا، والنتيجة مبهرة. معايا كوبايتين اتنين من الحليب، الحليب العادي خالص وكان البلدي او المعلب مش مشكلة خالص. معايا الاتنين كوبايتين من الحليب بنزل بيهم على البولة بتاعتي او على الكسرولة بتاعتي، وببدأ ان انا اقلب كده. طبعا انا حطهم على عين البوتاجاز، نار متوسطه، لا هي عاليه ولا هي واطيه. هنزل بمعلقتين اتنين كبار من السكر، بيكونوا ممسوحين علشان لسه هغطي التحليه بتاعتي بنوع تاني من التحليه جميل جدا برضه، اللي هيديني قيمه عاليه جدا وهيديني بعد تاني خالص للمهلبيه التركي بتاعتنا النهارده. وفي سر مهم جدا هيخلي المهلبيه بتاعتك تروح في مكان تاني خالص، إضافة بسيطة عشان المهلبية لا تعمل مية معاكي ولا تشقق خالص حتى بعد التبريد بتاعها، وبعد ما تاخد وقت كافي في التبريد لا هتشقق ولا هتخرج مية منها ولا هتجمع مية على وش التحليل. تمام، ببدأ أقلب السكر عشان أدوبه مع الحليب بتاعي على نار متوسطة، وعند الغليان بإذن الله هنزل بعامل الربط بتاعي. في سر جميل جدا ولطيف جدا وبيديني بعد تاني للمهلبية التركي بتاعتنا، هنشوف مع بعض وقته بإذن الله عند الإضافة هنعرف ايه هو السر اللي هيخلي المهلبية بتاعتي تطلع كريمية جدا جدا، مش هتسرد مية خالص ولا كمان هتشقق معايا مهما بردت معايا في التلاجة. بدأ الخليط بتاعي يغلي من الجوانب، هبدأ انزل عليه بإضافة مهمة جدا وعامل ربط مهم جدا معايا النشا او الميازينة. معايا معلقتين كبار من النشا او الميازينة ومعلقة كبيرة من الدقيق، الدقيق العادي خالص او الفارينة، ده عامل ربط مهم جدا مع النشا هيخلي او مع الميازينة هيخلي الخليط بتاعي كريمي جدا جدا، مش هيجمع معايا مية خالص ولا هيشقق بعد التبريد. تمام، علشان ابدأ ان انا اضيفه مينفعش اضيفه بالشكل ده، لازم اضيفه وهو سايب. هنزل عليه بربع كوباية من الحليب. تمام، ببدأ ان انا اقلب علشان المواد كلها تتداخل مع بعض، يبقى معايا سائل ما يكونش فيه بودر نهائي، اتأكد ان كله داب تماما. ببدأ انزل بيه على الخليط بتاعي اللي بيغلي على عين البوتاجاز، والنار بتاعتي هادية. بسم الله الرحيم، بتأكد ان كل المواد الجافة خلاص تدخلت مع الحليب علشان ما يكونش في عندي اي تكتلات، ضروري جدا يكون كله متداخل مع بعض. اضافة الدقيق او الفرينة للنشا عامل مهم جدا من عوامل النقلة الكبيرة اللي هينقلها لي للمهلبية بتاعتي. هبدأ انزل بقى بالسائل بتاعي ده حالا على الخليط مع استمرار التقليب، ايد بتنزل وايد بتقلب. تمام، موقفش التقليب نهائي لغايه ما احس ان الخليط اللي معايا بدا يربط معايا، في الوقت ده بس بوقف تقليب. تمام، باخد كل الخليط اللي معايا علشان تكون الكميه بتاعتي كلها متناسبه ومتناسقه مع بعض، ما هقدرش اي حاجه من الكميه اللي انا مستخدماها. بدأ الخليط اهو بيلف معايا، انا حاسه بيه بدأ يلف. ففي المرحله دي في اضافتين مهمين جدا حابه ان انا اضيفهم للمقدار بتاعي. اول اضافه هضيفها هي ربع معلقه من الفانيليا سواء كانت بودر او سايله، ببدأ اقلب. وتاني اضافه مهمه جدا معايا بتديني برضو بعد تاني خالص، هي معلقة من
قشطة وش اللبن أو الكريمة استايلة، وبإني بحتفظ بيها في الفريزر، فبتبقى إلى حد ما متماسكة. دي بتدي القوام بتاعي ريتش كده وغناوة، بتبقى لطيفة جدا جدا وبتديني طعم في منتهى الجمال. مع استمرار التقليب والتحريك علشان المقادير كلها تتدخل مع بعض، تبدأ المهلبية بتاعتي تبدأ تلف. الموضوع كله مش هياخد 4 5 دقايق على بعض، وهبدأ انزل بالمهلبية بتاعتي على طبق البايركس بتاعي. بسم الله الرحيم، وهدخلها التلاجة تبرد في رف التلاجة لمدة ساعتين او في الفريزر لمدة نص ساعة، وبعدين هنرجع تاني مع بعض علشان نعمل التغطية الهايلة جدا اللي هتديني بعد تاني خالص، وهتوديني في حتة تانية خالص للمهلبية بتاعتنا النهاردة. بعد التبريد نرجع مع بعض ونعمل مع بعض التغطية المناسبة الهايلة جدا. نبدأ نعمل تغطية الكراميل علشان اغطي بيها المهلبية التركي بتاعتنا. هبدأ ان انا انزل بمج كده او كوبين كوبايات المعيارية من السكر على الطاسة بتاعتي. يفضل ان هي تكون تيفال او ستانلس علشان اقدر اشوف لون الكراميل، وعلى نار متوسطة ببدأ ان انا احط السكر بتاعي. محاولش اقلبه خالص لغاية ما الاقي الجوانب بتاعته بدأت تلون. هبدأ ان انا اقلب كمية السكر اللي عندي علشان ما تكتلش معايا. بالشكل ده ببدأ ان انا اقلب، بسم الله الرحيم، لغاية ما كل السكر ياخد نفس لون الكرملة. واهم حاجة بيكون لون الكرملة فاتح مش غامق علشان يبقى طعمه كراميل، ميبقاش فيه لون غامق يديني على لون محروق، ويبقى طعمه كمان يكون محروق. هنبدأ نقلب واحدة واحدة لغاية ما كل السكر اللي عندي ياخد درجة الكرملة الفاتحة. اول الخليط بتاعي ما بيوصل للدرجة دي ببدا ان انا انزل بكوباية مية سخنة، بس بنزل بيها بالتدريج وبقلب مرتين. طبعا في الاول هيكتل وبعدين هنبدا نفك بالتدريج. خلاص نخلص كمية المية اللي معايا كلها باذن الله. بسم الله الرحمن، بعد التكتلات كلها ما فكت ببدأ انزل بكوبايه الا ربع من الميه عليهم معلقتين كبار من النشا او المنزل، بقلبهم كويس جدا. ببدأ ان انا انزل بيها بالتدريج على الكميه اللي عندي، بسم الله الرحمن، وبقلب ايد بتنزل ايد بتقلب لغايه ما اخلص كل الكميه كلها، وهسيبها تغلي في حدود 10 دقايق او 12 دقيقه لغايه ما تربط معايا. وبكده بقى معايا صوص الكراميل بتاعي جاهز. وفي الوقت ده انا قلبت بالويسك بدل من المعلقه الخشب، بدلتها واستخدمت ويسك علشان اقدر، او مضرب يدي علشان اقدر ان انا اوزع كل الخليط اللي عندي كويس جدا، وابدا اطفي عليه عشان ربط معايا. احسبه لما يهدى في حدود 5 7 دقايق، وبعدين هبدا انزل بيه على وش الكريمه بتاعتي. وخرجت المهلبية بتاعتي من التلاجة وسبتها ترتاح في حدود نص ساعة. هبدأ انزل بالصوص اللي عملناه سوا مع بعض بالتدريج كده واحدة واحدة، بسم الله الرحيم، وابدأ ان انا اوزعه عليها كلها، بيديني طبقة هايلة جدا جدا. ما شاء الله جميلة جدا جدا. حركها كده بدون ما استخدم اي حاجة خالص، هي هتتحرك وهتترسم وهتاخد شكل القالب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله زي الفل. هنسيبها بقى في رف التلاجة تبرد لمدة ساعة، وبعد كده نشوفها مع بعض شكلها النهائي. بألف هنا ركوة في الحالة بتاعنا او المهلبية التركي الجميلة بتغطية الكراميل، هايلة جدا جدا، ناعمة وسلسة وبسيطة وسريعة.
ما خدتش مني حاجة خالص، وكمان كل مكوناتها متوفرة في البيت. وعلى فكرة حابة اقول انا ممكن ان انا كنت من البداية اغرفها او احطها في مجات او في كاسات او في كبات بشكل اندبيدوال كده فردي، ولكن انا فضلت ان انا اعملها بشكل جماعي، تبقى في قالب كبير واحد، تبقى جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.